يعطيكم العافية شباب. اليوم بدنا نتعلم شو بدنا نجيب عدة لحتى نقدر نبكش على ليمونات. أول شي بدنا نعمل مقطع للشاليموني، أكيد بنكون عربنا الشاليمونات، كل واحد قياس الماسورة اللي عنده. بدنا نعمل هاي الخشبة، ناخد زيحة نص الخشبة، ناخد نقدح بالزيح الفوقاني. أنا هاي عملتها سبق دويح كبر كل قدح 7 ميلي، لأنه الشاليموني في لها هيدا المخلع الرسور ما راح تفوت ب اذا كان الادويه شوي صغيره، لانه بيجي شوي اكبر من الشاليمونه. بنقص بنعمل لها الزيح هيدا، القصه فيها على طول معين كل واحد حسب ما بده. انا هاي عاملها على 5 سم، فيكم تعملوها على 4.5 على 3.5 حسب اي صياد ده بده يعمل طول الشاليمونه عنده بدكه. بدها تكون مقدوحه اكيد من على الجهتين، من فرق ادويه من جهه لجهه يعني. زاويه الومنيوم مع برغي بنركبها تنعملها هي مثل فريم، بنحط لها البرغي هون تصير هي تهدى عليها. هلا بدنا نتعلم كيف بدنا نحط الشاليموني فيها ونقصها بالكتر من هون. بنثبت الخشبة على الطاولة بملزمة صغيرة، بنجيب كتر أكيد شفرة جديدة، بنحط الشاليمونات بالإدويح بطريقة إنه هيدا كمان يكون مسكر 100% من هون، والشاليمونات شادين عليهم لحتى يخلوا طول 5 سم على القد. بنقطعهم لقدام، نزلوا من هون لقدام، نرجع بنرجع حول ورا بايدنا شوي، بنرد الفريم لقدام، نرجع بنكبسهم من ورا، نقطع مره ثانيه بهالطريقه لحتى تقطعوا كل الشاليمونات اللي عندكم. هلا اذا بدنا نكبسن الشاليمونه بده يكون في عنا حديده او خشبه تفوت بالشاليمونه، مثلا هالحديده بنفوتها لهالطريقه هيدي هالقد تقريبا اكبر شوي من الشاليموني من الكبسونه لحتى ما تطعج الشاليموني انتم عم تكبسنوها. بنحط لها الكبسونه وبنشيلها، هاي اهم شيء، لانه اذا مره على مره عم بتكبسنوا بلا هذه الحديده يمكن انتم عم بتفوتوا الكبسونه ما تكون نوعيه النايلون كثير منيحه تبع الشاليموني وتطعج بتصير هاي بتكون كبوها. شغله ثانيه بدنا نجيب من المكتبه هاللوحه حوده اسمه بابي موس. هالبابي موس تجي تقريبا شي 2 ميلي ولكي فيه جايب بتطبه كتير لينة، هاي لحتى نعملها طبة ما بين البارود والخردق. بدنا نروح على بس نشتري هايدي، بدنا نروح نشتري المقطع. المقطع فينا نجيب يا اما هول المقاطع التقليدية اللي بنعرفهم، او بدنا نجيب هالبانسة. هالبانسة بتقطع على 6 ميلي، في الى اقياس 6 ميلي، اكيد بنشلها هايدي من هون بتصير مثل هيدي، بنحط وعي تحت منها وبنصير نقطع تحت ايدنا تقطع لحتى تطلع الطبة. هلا لما نجيب هودي المقاطع بده يكون في معنا اكيد مثل ما قلنا هيدي الوحدة، ونجرب بالشاليموني. يعني انا لما بروح على اشتري هودي المقاطع بدي اقيس من جوا تقريبا قديتا اخد اقرب مسافه للشاليموني مع قياس الشاليموني اكيد، وبنقطع عند اللي بدنا نشتري منه تنجربها، لانه هودي قياسين صدقوني وكل قياس جاي شيء واحد اكبر من الثاني. بس نطلع هودي بدنا بس نقطع الطبه بدنا نجي نجربها اذا فعليا لازم تفوت على قد الشاليموني لبل تحصر شوي هي ونازله. على تسكيرة البوز بدنا نجيب ورقه تكون رقيقه بس قاسيه شوي، كمان بنفس الطريقة بالمقطع بدنا نقطع منها هيدي لحتى نسكر على البوز من فوق. هودي بكونوا شوي قاسيين هالطبيط، اني بيعذبوا شوي لانهم رقاق كتير رقيقة بس قاسية، بتنقوا نوعية ورقة تكون رقيقة وقاسية. بدنا ننخل اذا بفضل الدكو بالجي ام تروا وننخلو، منخل بمصفاية شاي بننخل هيدا الناعم بضل عنا التخين من دك فيه 12 رفيع او 12 تخين. بدنا كمان راس للكف. هلا في بعض منهم بيستعملوا الكاوي، انا ماني مستعمله ولا مرة، هيدا عند خينا الفريد برايدي يمكن هو بيعمل منهم. بدنا كمان مثل ما سبقت وقلت لكم حديدي لحتى نقدر ندك فيها تكون تفوت بقلب الشاليموني، او خشبة اي شيء بس تكون عقد الشاليموني تقريبا. المكيول، المكيول هين انكم تعملوه، بس كل واحد بده يعير المكيول اللي بده اياه. في عدة قياسات انا عاملهم، في كناية عن كبسونة اكيد كبسونة جديدة،
بنحطها بقلب شاليموني وبنقطشها. هذه على التجربة بدها تصير. ده بده كل واحد يزيد كمية البارود أو ينقصها حسب الضرب يلي بده يطلعه، إذا كان ضرب قوي أو خفيف بالمكييل. بقصة المكيول على التجربة مثل ما قلت لكم، بمجرد ما تكونوا عم بتقوصوا، إذا بتسمع ضرب واحد يعني فقعت الخرطوشة بدون فقعة الخردق من قدام على الهدف اللي عم بتقوصوا، هاي خرطوشتك كتير سريعة بتكون ومنيحة كتير للشاليموني وبتعطي نتيجة كتير حلوة. أو إذا بدك تقلل شوي حسب مقوسك، بتصير الخرطوشة شوي بطيئة، بدك تصغر مكيول البارود. بدنا كمان هالطرحية الخشب تكونوا عاملينها تفوت بطريقة الشاليموني تفوت فيها. وبفضل انكم لما بتجوتها بتدكوا بتعبوها كلها سوا، بتتركوا اخر اثنين فاضيين. ليش؟ نحن عم نكيل بارود، بنشيل كل خرطوشة بخرطوشتها، بنحطها بايدنا، بنحطها بتاني مطرح، يضل في على طول زيح فاضي بين المدكوك والفاضي، وخاصة البارود لحتى ما نغلط. واللي في منهم بيستعملوا بيطبقوا مثلا احيانا قمع صغير لحتى يعبوا دغري، بفضل انه ما تستعملوا هالطرحية تكون كبيرة هالقد، تكون شوي واسعة الإداويح بين بعضها وترقموها لحتى تضلكم ذاكرين. حطيتوا بالرقم 1 2 3 10 15 لحتى تخلصوا، لحتى ما تحطوا بأي خرطوشة مكيولين بارود فوق بعضهم، تطلع لكم ساعتها فقعة كثير قوية. آخر شي شباب، بدنا هيدا البرغي الخشب الطويل، بتكون بدنا نقطشه من هون من ورا ونوصله بحديدة تانية لحتى يصير تقريبا، هذا أكيد بده تلحيم بحدود ال 25 يعني مينيموم 20 ل 30 سنتي، هيدا مشان تنظيف الشاليموني بقلبها نحن عم نقوص. تقريبا بظن انه هاي كانت كل المعدات المفروض تكون معنا لحتى نقدر ندك شاليموني. اخر شيء بس بحب اذكركم انه انا اخرت فيديو الدك كرمال هالقطعه هيدي يلي هي معموله مشان قياس الشاليموني، قياس الكبسون، لانه تبين بالنتيجه انه الكبسون عم بيجي عده قياسات من جوا، في قياسات صغيرة قياسات كبيرة. ما راح أقولكم أكتر من هيك هلأ، ناطر بس لأنه بدي أخذ بعد شوية معلومات زيادة. بس في شغلة زيادة هلأ طلعنا، هي أنه نعرب الكبسون ما بين كبسون صغير وكبسون بيجي عقد الشاليموني. هاي بنتركها لفيديو تاني، ويعطيكم ألف عافية.